بايخه. اعوذ بالله. يا الله وش ذا؟ ايش العذاب ذا؟ يا وين توريهم بعد؟ اصبر والله العظيم ايش هذا؟ وين من جد وش هذا الكلام؟ شلتها صح؟ شلتها صح؟ شلتها والله ما يضحك. ولا خرعتني اللي انت خرعتني. يا للعنكبوت، انه حارس من نوعية الحراس الذين لا يوجد امثالهم في دنيا كرة القدم. السلام عليكم، صبحتوا بالخير. ما نعين له دراهم ولا خذ له دينه ولا تسلف له دراهم ولا جاتك هذا رب وراح اسافر لندن باريس دمباي يلا انا بالمخل. هذا الجو المضبوط، ابلو غيم وخير وزبار ورعي. هاي شله، هاي ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا راجل فين؟ وحشتني وحشتني، قلبت الدنيا ما تلالكش. انا موقود في الاسكندريه. ما شاء الله، شوف الحرس قطع مليان هداه. شوفوا شوفوا ها ها الجيش المصري دخل الى اليمن، تقدم له ورود وزهور. والله اليمنيين على مر التاريخ من جلع. انا اسالك جاوبني، من جلع عندهم ما تهرب. اوكي يا اخي الله يشلك ويشل برامجك. نعم. افهمني. نعم. من جلع عندهم ضيف يرحب على فانت كمان لازم تفاجئ السيئات فجأة كده تسوي عمره تفرمت كله. فأنت كمان لازم تفاجئ السيئات فجأة كده تسوي عمرة تفرمت كله ذي. أقول لك الطيارة مخطوفة ها؟ وقدامي على قبرص. يا رجال بخر بخر خلك رجال، قال لك قبرص ما قبرص الحين ناوي تخطفها تودينا قبرص؟ رح بانكوك، رح تايلند، المساج هناك ب 15 يورو، سوي لك مساج. كم وانت تمارس ركوب الخيل؟ سنة وست شهور. سنة و سنة و شهر. تركبوا يوميا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا شخصيا على الصعيد الشخصي. من؟ انا صعيد انت؟ لا لا مو صعيدي. ايش قولك؟ يكون ودي اجي من ناس يب تكفون خلينا قد بنا من اخواننا الزعلانين عشان الراتب ما نزل. يا اخوي لا تدفر على الصرافه يا اخوي لا تدفر عليها، غيرك بعدك واحد راح يلمس الصرافه. يا اخي لا تدفر على الصرافه، عيب عيب يا وسخ عيب.